نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا للكباتن الأعزاء، شكرا الكابتن عبد العزيز حسن، شكرا للكابتن فهد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي نساتي سادتي أحبتي الكرام مشاهدينا عبر قنوات الكاس، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وطاب مساءكم بكل خير من هنا من استاد الثمامة في ختام الجولة الخامسة لبطولة دوري نجوم إكسبو، من خلال لقاء نستطيع بأن نصف بأنها مباراة مفترق طرق في هذا التي يتواجد فيها في دوري النجوم، وبالتالي حتى الآن وبعد 4 جولات أولى هو يبلي بلاء حسنا. النادي الأهلي في هذه المباراة مشاهدين الكرام مطلوب أكيد في هذه المباراة خاصة في الدقائق الأولى، سليتي يحاول، سليتي خذوهات، لكن الكرة فيها خطأ، يحتسب خطأ، يحتسب لصالح الدولي التونسي الواضح أمامنا في الصورة اللي هو نعيم سليتي القادم من فارس الدهناء من الاتفاق السعودي بعد 4 مواسم قضاها هناك. ونتحدث عن نعيم سليتي اللي لعب طبعا للعديد من الأندية الفرنسية، أبرزها ديدون وليل. عند الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الأول، النقطة الأولى نعيم سليتي يرسل كرة للأمام، الفرصة الآن والتسديدة، لكن فينالدو ينجح في أن يتصدى لهذه الكرة، ينجح لأن يتصدى لأخطر فرص شوط المباراة الأول في هذا اللقاء اللي كان خلف الواضح أمامنا في الصورة. طبعا هذه الفرصة الخطيرة جدا، أدريسا دومبيا لاعب ليفواري القادم من ألانيا سبور التركي، طبعا هو في الملعب علي قادري طبعا كان يرتدي رقم 9، لكن مع وجود سليتي أصبح هو صاحب الرقم 10، وأصبح قادري الذي يعتبر أقدم لاعبي النادي الأهلي اللي موجودين في التشكيلة الحالية في هذه المباراة. إدريسا دومبيا الكرة، الخذوهات الجميلة، لكن الكرة ما زالت، والكرة تبعد بعد ذلك، خطورة قائمة، دراكسل يمر الكرة خطيرة، سليتي يسدد كرة والتسديدة مرة أخرى، يا لها من فرصة يا لها من كرة. شوف الإعادة شوف سليتي الكرة اللي ما كان فيها يعني تفاهم على من سيكون صاحب اللمسة الأولى التي كان من شأنها أن تعطي الأسبقية في نتيجة المباراة للعميد الأهلاوي، وهو اللي يبادر وهو الذي يبحث عن هدف المباراة الأول في هذا اللقاء. سليتي نعيم في وسط الملعب يتقدم، ابن الخضراء تونس يحاول، لكن الكرة فيها خطأ، يحتسب لصالح نعيم سليتي، حاول أن يتقدم وهو من اللاعبين طبعا المهمين جدا في صفوف في منتخب التونسي نادي قطر، ولدينا خطأ يحتسب الآن لصالح العميد. سليتي يرسل كرة طويلة، لكن الكرة سهلة عند حارس المرمى أفينالدو، سهلة عند حارس المرمى فينالدو، إذن بيمشي كرة لدراكسلر في اليمين، المانشافت ينطلق، يرسل كرة لنعيم سليتي بيحاول يمر، لكن الكرة تقطع من نعيم، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تمس. رمية تتعي الأندية هنا في دولة قطر، النادي الأهلي بحكم أن أول من تأسس بكر كرة القدم القطرية العميد الأهلاوي الذي يجب عليه أن يتذكر ذلك في هذه المباراة. سليتي والكرة إلى خارج أرضية الملعب، النجم الدولي التونسي الذي بكل تأكيد ينتظر منه الكثير من خلال هذه المباراة ومن خلال هذا الموسم مع العميد الأهلاوي. الفريق في هذا الموسم التنافسي الصعب والصعب جدا، والموسم الذي من المنتظر أن يكون واحدا من أجمل المواسم. هذا نعيم سليتي يحاول أن يتقدم، والكرة فيها خطأ، الكرة فيها خطأ نعيم سليتي. طبعا الأهلي مسجل 5 أهداف في بطولة الدوري، نعيم سليتي مسجل 4 أهداف من 5، وبالتالي هو هداف الفريق. يسن نعيمات يبعدها الكرة لنعيم سليتي، كنترول، يحاول أن يتقدم، لكن الكرة تبعد من أمامي، في خطأ يحتسب في هذه اللحظات لصالح النادي الأهلي. الدقيقة 19، نعيم يرسل كرة طويلة للأمام، الفرصة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الألمان يعني
مشهورين اكيد بالماكينات، الماكينة الألمانية اللي عن تحفظه وعن تراجعه اللي شاهدناه طبعا في الدقائق الماضية. نعيم خطفها، نعيم خطفها، سليتي يتقدم، سليتي بيمر الكرة ليزن عماد، يزن عماد الثاني، العودة مرة أخرى، أحلى سليتي في العالم، أحلى سليتي في العالم، التونسي ابن الخضراء تونس، من يلعب لأصحاب القمصان الخضراء، سليتي يسجل الثاني، سجل أحلى سليتي في العالم، هذا هو نعيم. شوف الانطلاقة وشوف يزن اللي لم يكن أنانيا في هذه الكرة، كان عنده الفرصة اللي يسجل الثاني، لكنه قام بدور الصناعة وأعاد الكرة لنعيم، ونعيم سليتي بيسجل الثاني للنادي الأهلي في هذه المباراة عند القبلة على الرأس. يستحق نعيم، هداف النادي الأهلي، الهدف الخامس اللي بيسجله نعيم منذ يعني في كل هدف جولة، في كل هدف نعيم سليتي بيسجل، وبالتالي لما الأصول المغربية القادم من إيك السالون السويدي، وهو واحد من المواهب المميزة طبعا. سقوط على أرضية الملعب وعرقلة، وبطاقة صفراء تظهر، بطاقة صفراء تظهر على اللاعب رامون إيرياس. رامون إيرياس 31 سنة، موسم أول للأوروغوايان القادم من جيلسن سبور التركي، في ثاني تجربة بالمناسبة له مع الغرافة موجود، 33 دقيقة أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعي قنوات الكأس أينما كنتم. يحتفظ بالكرة، الكرة عادت مرة أخرى في الجهة اليسرى عند نعيم، سليتي يتقدم، نعيم بيمرر، سباعي، الكرة تعود للخلف، لكن الكرة تعود مرة أخرى، انطلاق الآن لصالح النادي الأهلي، تمرير لكن الكرة بتعود، نعيم سليتي من جديد، نعيم بحث عن الكرة، بيمرر الكرة في الجهة اليسرى من ملعبي المباراة في وسط الملعب، انطلاقة سريعة الآن لصالح العميد الأهلاوي، الكرة عند نعيم، نعيم سليتي يوقف على كرة نعيم، لاعب على لاعب، أصبحوا اثنين، لكنه مر نعيم بيسدد كرة، لكن الكرة قبل ذلك كان متسللا نعيم سليتي، والكرة تحولت إلى ركلة مرمى. الطيهي بمشي كرة في الجهة اليسرى عند نعيم سليتي اللي يرسل كرة طويلة، لكن الكرة تبعد من جانب مامادو تراوري، أبعدت من مامادو تراوري، الكرة إلى ركنية. الكرة إلى ركنية. الأول والصافرة تأتي من حجز، رمية تماس نفذ، الكرة عند نعيم سليتي، نعيم في الجهة اليسرى يحاول أن يتقدم، نعيم ينجح في المرور، نعيم يستعرض، نعيم يمرر ليزن نعيمات، لكن الكرة تبعد من أمامي الملعب الدول الأردني، بينما هنا فاصل مهاري من جانب نعيم سليتي، مطلوب منه أن يسجل هدف ثالث في هذا اللقاء. نعيم سليتي صاحب الهدف الثاني، الدول التونسي يحتفظ بالكرة، يمشي كرته في الجهة اليسرى، سليتي على تنفيذ الخطأ لصالح العميد الذي يستفيق مع الجولة الخامسة في بطولة الدوري. نعيم يرسل كرة طويلة الروسية، الله، هدف 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 من النظرة، لكن من النظرة من المكان اللي أتواجد فيه، هي هدف من النظرة الأولى، هي هدف، وبالتالي العميد على ما يبدو بأنه سجل الثالث. ننتظر التأكيد، أمين الطيهي اللاعب الذي ارتقى بهذه الطريقة، خروج على الإطلاق لم يكن موفقا للعميد، عدت والعود أحمد يا عميد، هدف يسجل عن طريق أمين الطيهي. يا ما حراس كانوا موجودين على مقاعد دكة البدلاء، لكن لما شاركوا صنعوا التاريخ. هذا دراكسلر يحاول، دراكسلر يبحث عن المرور، لكن الكرة تبعد من أمامه،
تبعد من أمام نعيم، بتعود مرة أخرى في الجهة اليمين رامون، إرياس أبعدت من أمامه، سليتي بيحاول يمر لكن الكرة عند الحسوني أيمن، الكرة لدينيا سيليبيك بيسدد كرة الله عن المتغيرات الوارد حدوث لكن هو وده يستلم زمام الأمور في بداية من خسر في خمس جولات أو حتى لم ينجح في أن يحقق النقطة. هذه كرة رأسية لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، جديدة بالنسبة له، خطأ من الدفاع، خطأ من الدفاع، الكرة عند عبد الرشيد بيسدد كرة لكن الكرة بعيدة. كم من المفروض أنه يتعامل معها بشكل أفضل أو أنه يتركها لنعيم، يتركها لنعيم لأن لكن 3-2 غير مضمونة، غير مضمونة، غير مضمونة. نعيم سليتي، نعيم في الجهة اليسرى، نعيم يتقدم، نعيم يمر، يسقط، يسقط، والكرة فيها خطأ، خطأ للعميد، خطأ للعميد. هذه الإعادة، يشوف المرور جانب نعيم سليتي والكرة فيها خطأ. في انتصار العميد الأول في هذا الموسم، هل تفعلها يا سليتي؟ هل تفعلها يا نعيم؟ عند الدقيقة 84 نعيم سليتي يتقدم يسدد كرة لكن الكرة سهلة عند حارس المرمى، سهلة عند حارس المرمى أبينالدو اللي بدوره يرسل كرة سريعة مرتدة الآن عبد العزيز هزاع، تعود لرامون إرياس حسوني لم ينجح في أن يسيطر، مرتدة ناحية يزن لكنها لم تصل على هذا المرور، لكن الكرة عادت مرة أخرى تنقل، نعيم سليتي تقدم، نعيم ينطلق، نعيم، نعيم بقدمه، بقدمه، حتى على الرغم من ذلك إلا أنه يفضل الصناعة. السيناريو الأول ينجح، السيناريو الأول يقتل قلبك يا نعيم، يا نعيم، يا نعيم، يا سليتي كان أمامه، كان أمامه الطريق والمرمى مفتوح لكن فضل إنه يمررها لعبد الرشيد وقال له سجل وخلص المباراة وخلصنا في هذا اللقاء وامنح العميد الأهلاوي الثلاث النقاط الأولى والفوز الأول، لأن خسارتنا أو تعادلنا سقوطنا اليوم في هذا المساء. هذه ردة فعل طبيعية، الفرحة هذه فرحة طبيعية لما تكون فريق عندك إرث، لما تكون العميد 4-2 نلعب في آخر 4 دقائق من الوقت بدل الضايع. نعيم سليتي، نعيم كنترول بيحاول يمر، نعيم سليتي يتقدم، عمل كبير من نعيم في هذا كرة سليتي، الكرة عادت مباراة. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، صافرة نهاية شوط المباراة الثاني واللقاء ككل. We'll be right back.